عاوز اروح بيك لموضوع مهم جدا جدا جدا، وهو حيثيات شكوى النادي الاهلي للمحكمة الرياضية الدولية اللي قدمت اليوم للمحكمة الرياضية الدولية من خلال مكتب استشاري قانوني. زي ما قلت لك من 3 ايام ان الاهلي مش جايب السويسري مونتيري اللي كان بيخش في خناقة اللعيبة مش عارف ايه، لان مونتيري ورط النادي الاهلي في موضوع محمود عبد المنعم كهربا. بجيبها لك من الاخر. فالاهلي جايب مكتب استشارات قانونية راقي وكبير وله اسمه في عالم اللوائح وفي عالم المثول امام المحكمة الرياضية الدولية. اعتمدت شكوى النادي الاهلي على عدة نقاط للمحكمة الرياضية الدولية. ما بنقولش بقى احنا بنشتكي الوداد، احنا بنشتكي ظلم الكاف وانحياز الكاف، تراه قانونيا ونراه فاسدا. عادي جدا نرى، انت شايف الكاف دلوقتي حاجة جميلة وبيطبق القانون واحنا شايفينه فاسد ومفسد. انت راضي النهاردة بهذه الجرائم الكروية اللي ممكن في يوم من الايام تطولك؟ احنا مش راضين يا عم، فاحنا لاجئين للمحكمة الرياضية الدولية، وفي النهاية سنلعب المباراة مثل ما اكد الكابتن محمود الخضري. وعادي جدا ان الوداد كسب هنقول له مبروك يا عم، ايه القضية يعني؟ القضية ايه ده؟ كل الدنيا عايزة تكسبك، خلاص يا عم جت يعني على حكم ظالم هتجيبه ولا على اي حاجة؟ عادي يا سيد، وعلى مباراة تقام في ملعبك وبينك عادي يا حاج، خد البطولة يعني، ايه القضية؟ لكن نحافظ على الاخوة والمحبة. فشكوى النادي الاهلي للمحكمة الرياضية الدولية ارتكزت على عدة نقاط، اهمها ان الكاف اصدر في 2019 بعد ازمة الوداد الشهيرة مع نادي الترجي التونس، لما الفار ما اشتغلش والوداد ما كملش المباراة وراح للمحكمة الرياضية الدولية ولم تنصف، شوف انا بقولك ولم تنصف، خد قرار الكاف، قرار رسم، قرار المكتب التنفيذي للكاف باقامة نهائي دور الابطال من مباراة واحدة على ملعب محايد. ده صدر في 2019 بعد أزمة الوداد والترجي، خلاص بعد كده المباراة نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة وعلى أرض محايدة. ده قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، يعني هو بيناقض نفسه، وعلى أرض على أرض محايدة دي يبرر لك إيه؟ إنك أنت تقعد لحد دلوقتي ما كنتش تختار الملعب لحد الدور قبل النهائي. عادي يا عم، هتشوف مين الأربع فرق وتختار دولة محايدة. لكن الفجر جه في هذا الأمر يا عم، موضوع يحيى عطية الله ده وان فيكتور جوميز ما ادالوش انذار، ده واضحه جدا، ده كان لازم يطرد. ده حتى اهو فيكتور جوميز الحكم النموذج في افريقيا، الراجل واخدها بايده كده، كان لسه واخد انذار راح يكلمه، كلمه ايه يا عم فيكتور؟ اديله الانذار الثاني والطرد على طول، ده الكوره كده وقانون الكوره كده، واي حد بيفهم كوره فاهم الكلام ده. لكن خلينا في الشكوى. فالمكتب التنفيذي بتاع الاتحاد الافريقي قال لك على ارض ايه؟ محايده، ده قراره في 2019. طيب النقطة الثانية التي يرتكز إليها النادي الأهلي في شكوى للمحكمة الرياضية الدولية التي تم تسليمها اليوم، أن موعد إعلان كاف لاستضافة الاتحاد المغربي، مش النادي الوداد بقى، الاتحاد المغربي للنهائي جه بعد لعب مباراة الذهاب وظهور الملامح. وظهور الملامح، أنت لعبت مباراة النهائي قبل النهائي وخلاص الوداد تقدم 3-1 على بوتو أتلتيكو والاهلي كسب 4-0، قال لك لا خلاص بقى الاهلي ياخدها لتالت مره، تعالى بقى العب عندنا في المغرب كده يعني. فهنا ان موعد اعلان كاف لاستضافه النهائي تم بعد مباراه الذهاب في الدور قبل النهائي. ده بقى في ايه؟ الجزئيه دي فيها ايه؟ فيها اخلال بمبدا تكافؤ الفرص، فيها غياب العداله، فيها غياب الحياديه، فيها الانحياز السافر لاحد الفرق على طول كده، على طول كده يعني. دي الترجمه بتاع اعلان موعد، ان انا اعلن الموعد بعد ظهور ملامح النهائي، يعني اللي خلاص النهائي بقى بين الاهلي وبين الوداد، اقول لا ده انا هلعب في المغرب والسنغال تسحب طلبها وخلاص بقى، الاهلي كسب مرتين بقى اخر مره، مش لازم يكسب الثالثه على التوالي، ده ما فيش افريقيا عملها، ما فيش فرق افريقيه صوت بيشرفنا وبياخد ثالث العالم، بس مش قضيه، ما الوداد يجرب بقى في عيد ميلاده. ثلاثه، انه منح نفس الملعب ده حق تنظيم المباراه في ثلاث مرات في ثلاث سنوات، مش السنه اللي فاتت بس، والسنه اللي قبلها لما الاهلي كان بيلعب الوداد والزمالك بيلعب الرجاء، قال لك لو كسب فريقين مغربيين هيقام النهائي على ملعب مركب محمد الخامس، كسب فريقين مصريين هيقام النهائي في مصر استاد القاهره، كسب فريق وفريق هنشوف بقى ملعب ولا لا، نشوف بقى ملعب محايد، نشوف ملعب. طب ما هي يا حاج، طب ما كنت تقدر وقتها تقول لا هيقام في المغرب، ما يقدرش ليه بقى؟ لكنه لسه واخد القرار في 19
قال لك على ملعب محايد ما كانش لسه حد نسيه. فهنا ده التالت مرة بيدي نفس الملعب أحقية التنظيم لثلاث سنوات متتالية في قارة فيها 54 دولة. يعني خلاص لا أنا عاوز هنا ماشي. فده العناصر التي ارتكزت إليها الشكوى المصرية أو شكوى النادي الأهلي ضد الفريق ضد الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن تنظيم الفريق المنافس لمباراة النهائي على ملعبه ووسط جماهير. ايه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية؟ خلاص هنستنى هنشوف المحكمة الرياضية تعمل ايه، هنشوف الاتحاد الدولي يعمل ايه وهيقرر ايه. لكن اللي حصل ده فجر فساد ظلم جبروت كده على طول، وانت مغمض تقول كده وانت مغمض. فاللي جول المحكمة الرياضية ده حق طبيعي للنادي الاهلي، مش معناها ان احنا بنتجاوز في حق اخواننا في الوداد المغربي خالص ولا الشعب المغربي خالص، بالعكس بنحترمه وبنقدره. لكن من حق ان انا دافع عن نفسي، من حق ان انا اشوف ان ده ظلم وقهر وفساد ودافع واطلب تعديل. وبلجأ لمين؟ بلجأ للمؤسسات اللي حددها القانون اللي انت بتتفاخر انه ادالك تنظيم المباراة، وده قانون اعور لا يرى لا يقدر لا يرى ولا يقدر. اذا كان هناك بعض الناس بتدعم دلوقتي بتدعم الكاف عشان المصلحة عندك، بكرة المصلحة مش هتبقى عندك، بكرة المصلحة مش هتبقى عندك، هتبقى عند غيرك. فهتشكو من الفساد. امبارح نادي اهلي طرابلس مطلع اليازة بيشكو من فساد التحكيم، بيشكو من فساد التحكيم. امبارح ما جيت نضاي وبكاري جسامة عاملين فضايح متلتلة. طيب هم دول اللي هيديروا المباراة النهائية؟ طب دول اداروا ما معنى كده؟ معنى ان دول لعبوا امبارح معنى ان هم مش هيديروا، خلي بالك زي ما كانوا بيقول ماشي. لكن الكلام ده لا، انا جايب الحتة بتاع صحيفة المنتخب اهي. انا دخلت على الصحيف ادهو على قابل اهي اهي. لا صدقني انا كنت فاهم انها مزيفه، والله للاسف طلعت حقيقه وزعلتني لان الناس في صحيفه المنتخب صحيفه كبيره ما ينفعش تقوم بافعال الصغار ولا تنفع تتصرف سلوكيات المراهقين اعلاميا تتكلم برقي، لان دي صحيفه كبيره. لكن لما انا اجي اتصرف بهذا التصرف ليه يا عم؟ ده انتوا جران كبير. ازاي اقول بكاء الفراعنه والكاف يخرس الألسنة؟ الفراعنة هيبكوا ليه يا ابن؟ لا يا ربنا ما يجعلك تبكي ولا يجعلنا نبكي. ده منشدت فيه حالة من عدم التوفيق تماما تماما. طيب لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين، وادع لنفسك والوالدين والغير.